أهلا بكم من جديد. حرمناه من الاحتفال بالعيد مع عيلته الصغيرة، ابنته وحفيده وزوج ابنته، لكن أنا هنحتفل معاه بالعيد على مستوى عائلة كبيرة، عائلة الوطن، خاصة واحد من الصحفيين والإعلاميين البارزين اللي يعرف جيدا أن الصحافة مهنة امرأة شاقة صعبة المراس، لا تعترف لا بأجازة ولا بعيد ولا بمرض ولا بأي شيء. أستاذ مفيد فوزي، كل سنة وانت طيب، وأهلا بحضرتك معنا. وانت طيب، بس لازم أقف عند حاجة مهمة. إنك مسلم وسطي محترم بيهنيني بالعيد، مش سلفي. لازم أقف عند دي. في زمن السلفيون مش بس ما يحتفلوش بعيد ولا يهنوني ويعتبروني كافر. انا كافر يا عادل؟ لا طبعا. انا بس عايز اعرف شهادتك. لا طبعا انا كافر. ولا حد في المجتمع المصري عاقل سواء كان مسلم او حتى يمكن ملحد يرى انك كافرا، ولا يرى ان هناك ما لا يجرؤ حدا يكفر احد. هذه قاعدة اسلامية لا جدال فيها. مع بعد هذه القاعدة تفضل. كل سنة وانت طيب. انت طيب. النهاردة حتى بمناسبة الكلام ده، نعم، في إرهاب النهاردة في سيناء. نعم. في عمليات إرهابية في سيناء، وفي رغبة من المصريين ان احنا نحتفل بالعيد النهاردة. الناس النهاردة تحتفل بتهني بعض، سواء كانت عن طريق التليفون او رسائل الفيسبوك او شبكات التواصل الاجتماعي، والأهم من ذلك بكرة شم النسيم ايضا. كل سنة واحنا طيبين يعني. نعم. كيف يمكن ان نوفق بين الاحتفال طبيعي وبين مواجهة الإرهاب؟ هل الإرهاب قادر بالفعل على أنه ينسينا الاحتفال؟ هل يقعدنا في البيت؟ هو ينغص، بس ينغص ينغص ينكد شوية يعني. ينكد. والإرهاب قادر أيضا على أنه يخليك تتأمل الحياة بشكل أكبر. أن الحياة مش كلها فرحة، ولكن الفرحة الحقيقية هي فرحة القلوب. صحيح. أنت بتفرح من قلبك من جوه دون ما اي اداء عضلي للفرح. ما انا مش هلعب نطه الانجليز يوم شم النسيم. أيوه. انما يكفي ان اجلس واتامل. اقول ايه في التاملات يعني؟ اقول والله نفسي مره اقول للبابا يا سيدنا خلي عندك مرونه تواضروسيه، وسيب المصريين يروحوا القدس. صحيح البابا شنوده قال لن نذهب إلى القدس إلا مع أخواتنا المسلمين. صحيح. إنما المصريين في سفرهم للقدس يفيدوا القضية، يفيدوا الفلسطينيين، ويعملوا تواجد مصري. أتأمل كده وأقول إيه، ما أنا بقى في شم النسيم، أقول إيه، والله أنا محترم عقل إسلام بحيري. بعض الناس ضده. أنا بشوف إنه بيجتهد. عقل مصري بيجتهد. وبعدين أشم قرنفلاية وأكل حتة فسيخ. طيب الحقيقة البابا توادروس، خليني أقول لك أنه أنا واحد من أرى فيه مساحة عريضة جدا من الوعي الوطني. نعم. يرى أنه قيمة الوطن ربما تعلو عن قيمة المؤسسة الدينية. هو اللي قال لنا أنه خير لنا أن نصلي في وطن بلا كنيسة بدلا على من أن نصلي في كنيسة بلا وطن. تمام. خصوصا في الحقيقة إن في شعوب كتيرة جدا لا بتصلي في الوطن ولا حتى قادرة أنها تصلي خارج الوطن. نعم. أنت تعرف البابا توادروس وتعرف البابا شنودة. نعم. ويمكن عرفت البابا كيرولوس. نعم. فيما قبل. نعم. هل شخصية البابا تؤثر في مساحة رحابة الوحدة الوطنية؟ البابا مؤثر. نعم. في أغلبية المسيحيين، ولكن هناك بين المسيحيين من لهم عقول فاحصة ممكن أنها تفحص وتمحص. نعم. أو تقف. بابا شنودة يقدس الله روحه كان متشددا بعض الشيء، وكان يرى أنه ما تقوله الكنيسة لابد من الالتزام به نصيا. أتصور أن البابا توادروس أستاذ عادل أيضا يلتزم بالكنيسة،
ولكن زي ما تفضلت بالعبارة المهمة اللي قلتها أن في عقله رحابة، تملك هذه الرحابة أن تناقش الأشياء ربما بموضوعية، كلمة الجاية بقى أهم، وربما بعصرية. يعني أنا عشان كده أنا قلت لحضرتك أن أنا وأنا قاعد في شم النسيم بشم روائح القرنفل. هو شم نسيم غريب شوية لأنه شم نسيم ربيعي شتوي، فعندي إحساس أنه البابا قد يفكر في سفر المصريين للقدس التي ربما تثير جدلا أحيانا عليه من الذين قالوا أنه البابا شنودة قال ما فيش سفر إلا بصحبة إخوتنا المسيحيين المسلمين. ولكن يا أخي لما يبقى أنت عندك مصريين متزوجين بصراحة من إسرائيليات 40,000 إسرائيلي، ويا أخي خدهم خدهم سفرة عين تواجد عمل أي شيء، وأيضا يخدم قضية الفلسطينيين إنك هناك. إذن ردا على سؤالك، رحابة عقل البابا ضرورة في عالم مضطرب كثير الاضطراب وكثير التفتت. أنا أحيانا أقول الكلام بيني وبين نفسي، إنما معاك لازم أقوله وفتحه. ليه؟ لأنه أنا في حضرة عقل واعي يدرك، إحنا عشرة مهنية كمان، وعشرة مهنية والتقاء مهني، بتصور أحيانا إنه الإرهاب المنظم الأكبر في العالم قد يزيح شوية حتة الفتنة الطائفية القبطية المسلمة أو المسلمة القبطية، وقد يلجأ في زمن ما إلى فتنة إسلامية إسلامية. صحيح. بأن يجعل الذين يفتشون في التراث كأنهم يغتصبون أو يحتكرون، مع أنهم في رأيي أنا ضرورة للتفتيش في التراث عن السذاجة والخرافات. طيب أنا الحقيقة يعني عادة يعني لابد أن يكون ضيفي وضيف مهم زي حضرتك أن يتكلم، لكن اسمح لي أن ناخد جزء من حقك في الكلام. تفضل. وأقول لك أن الحقيقة القضية التي طرحها إسلام بحيري هي قضية ليست جديدة، هي قضية قديمة تماما، وهناك عشرات الكتب التي تتحدث عن البخاري وعن أزمة النص في الكثير من الأحاديث النبوية. والحقيقة أنا مش طرف في هذه القضية، لأن رأينا قضية مفتعلة بدرجة أو بأخرى، وكان يمكن أن تمر مرورا عابرا، ولكن وقوف الأزهر بهذا الشكل حولها من قضية فكرية يمكن أن تعبر زي قطر بيعدي على محطة دون توقف إلى قضية حقيقية، كانت وصلت بنا الأمر إلى حد تحويل التفكير إلى النيابة العامة، وهنا الخطر الكبير. أيضا وأنا بعتدي على حق وهخلص بسرعة، لا أرى هناك أملا في تغيير الخطاب الديني، لأنه كيف يمكن أن أغير خطابا لناس اتربت وتولدت على هذا الخطاب وكبرت عليه، بالتعبير البلدي عقدت عليه. أنا في اعتقادي يا أستاذ مفيد أنه تقوية التيار المدني هو الأهم. هذا ما حدث في أوروبا عندما خرجت إلى عصر النهضة، قوت التيار المدني. لا يزال عندي أزمة، من يقرر الموت؟ الشيخ أو رجل الدين أو الطبيب؟ من يقرر إذا كان مؤتمر شرم الشيخ حلال أو حرام؟ هل نسأل صحيح. السؤال ده ولا لا؟ صحيح. إذا القضية هنا قضية المجتمع المدني اللي مستسلم الحقيقة لهذه النزعات اللي ما قدرش أتحكم فيها، اللي يقول لي حلال يقول لي حرام، واللي كفرني واللي دخلني الجنة النهاردة يطلعني منها بكرة. إذا نحن مجتمع يحتاج إلى ما يمكن وصفه بمدنية الدولة، بأن نكون قانون واحد بعيد. رجل الدين له مكانه ومكانته، ولكن القانون والطب والصيدلة والسياسة لهم الصدارة في المجتمع المدني. كلامك شديد التعقل جدا، ولكن أنا هاخد منه معنى هحطه في كلمتين اتنين. أخطر ما يحدث لمجتمع هو تجريم
وتأثيم التفكير. صحيح. ده نمرة واحد. صحيح. نمرة اتنين برضو من كلامك هاخد معنى وأرجوك تنساه. جملة يصح اكتبها في خاطرة من خواطر عمري وأقطعها في الحال. أليس من الضروري تفتيش مناهج الأزهر للأولاد الذين يشبون ويكبرون وتحمل رؤوسهم أشياء نقط لا تناسب الواقع ولا العصر ولا الزمن ولا طموح هذه الأمة؟ انساها ونخش في موضوع. طيب الحقيقة أنا كان في نيتي إن أنا خليك تتكلم عن ذكرياتك في العيد. يعني هل العيد بيتغير بتغير مراحل الحياة؟ يعني أنا عايز أقول إنه لقائي بيك هيختلف تماما عن كنت بتعمل إيه يا أستاذ من زمان في العيد. هيختلف تماما طبعا. إنما عايز أقول لك العيد هو العيد. لكن مما لا شك فيه إن كلما مرت السنين كبر الإنسان أكثر. زمان كنت أدور على بدلة جديدة. أنا على فكرة النهاردة جاي لك ببدلة جديدة. يعني احتراما للبرنامج. كالعادة. أنيقة كالعادة يعني. فعايز أقول لك إنه أنا العيد بشوفه في عيون الناس. لكن دعني أقول لك إن أنا بشوف على وجه الناس تكشيرة ربما أكثر منها ابتسامة. تكشيرة قومية بصراحة. نعم تكشيرة قومية تعبير دقيق. سببها أشياء كثيرة يعني بشكل قاطع سببها غموض لأشياء نعيش فيها. مما لا شك فيه أنه الزمن الأغبر اللي كان قريب ده ما كان يسمح لا بعيد ولا بابتسامة ولا بفرحة. ده مش ولا بالتكشيرة كمان. يعني شوف ولا بالتكشيرة. يعني التكشيرة برضو احترام. صحيح. يعني التكشيرة هي موقف إنساني يؤدب العضل. هذه الجبهة الصغيرة هي ميزان للحياة. إما أنك تكشر أو تبتسم. أو تبتسم. العيد ليس حلة جديدة وليس مظهر وليس أغنية وليس برنامج في التلفزيون ولا غنوة في الإذاعة. العيد إحساس. فإذا شعرت أن الناس تشعر بالعيد من الذي يعطي لهذا العيد رونقه؟ الأطفال. صحيح. لأن هم لسه صغيرين. بس. ما يعرفوش حاجة. لأنهم لا يعرفون ولا يدرون. ولأنه براءة. والبراءة صفحة بيضاء. صحيح. شايفين الدنيا إنه العيد سمعوا عن كلمة العيد ألف لام عين يه دال. إنما بتخليني أفتكر ناظم الغزالي العظيم لما قال بأي حال عدت يا عيد. نعم. طيب أنا عايز أرجع تاني لحكاية الصدمات الفكرية الخلافات. هل ترى أن هناك نوع من الإعلام بيصطاد في المية العكرة عايز يولع الدنيا؟ نعم. عايز يبقى موجود بالإثارة حتى لو لم يكن ذلك مفيدا للمجتمع في وقت الناس بتبني فيه في وقت الناس بتحلم فيه؟ نعم. أنا هقول لك على حاجة كنت بتناقش فيها برا. لديك شاب يعمل في جريدة الفجر. هذا الشاب اسمه أحمد فايق. نعم. بيقدم برنامج اسمه مصر تستطيع. هذه البلد تحتاج لمثل هذه النوعية من البرامج. لكنها لا تحظى بمشاهد ولا بمعلن ولا بإعلان في الشارع على كوبري أكتوبر. عريض. لا. رغم أن مصر تستطيع. تحتاج. ليه بقى؟ الراجل بيسافر
زي ما عملت زمان في حديث المدينة ويقابل العلماء. العلماء دول انت عايز تحضنهم. العلماء دول لازم يبقوا من عينة مجد يعقوب. لا بيدور على استراحة ولا بيحجز أرض جنب جامعة النيل. انت عاوز عالم متطوع قلبه على البلد بيشتغل المعمل عالمه. مصر عايزة ده في هذا الزمن. لما يطلع حد بيقلب وبيسير وبيوصلك احيانا الى شاطئ الخرافة صحيح، واحيانا يعيشك في دولة العفاريت انت تجن. يعني انا احيانا اتفرج على بعض الاشياء فاقول ايه يا رب ده، ليه يا رب ده في الوقت ده. يعني انا عشت زمن اللي كان فيه جمال عبد الناصر في المنشية يقول إذا جمال عبد الناصر مات فأنتم جميعا جمال عبد الناصر. ففي شكل من أشكال الوطنية الحقيقية جوه الناس. وعشت أزمنة ما كانش فيها في يوم من الأيام لا دولة العفاريت ولا دولة الخرافات. عايز أقول لك أستاذ عادل إنه دولة الخرافات بتشجع أكتر على انسحاب العالم. صحيح. لأنك أنت هو ما هو العلم؟ العلم هو الضوء الكشاف الذي يكشف الظلمة. الظلمة دي احنا بنعيش فيها. بتعيش أنت في حاجات فيها ظلمة كتيرة. منها عفن. فكرة لازم أحافظ على كلامي قوي. كنت هقول عفن في رؤوس وبعدين مسكت نفسي. أنا جوايا طبعا جهاز رقيب أنت عارف. صحيح. عفن في العقول. تمشي او في عقول العفن ده محتاج انك تنظفه. بلد محتاجة الى انك تبقى في حالة صحصحة وصحصحة شديدة. وانت سافرت برا وانا سافرت برا، انا معجب بالنمط الالماني، بالعقل البارد المنظم الممنهج اللي أدوات الحياة بالنسبة له هي العمل من أجل ألمانيا من غير ما بيسقف ولا يهتف ولا يمشي في مظاهرات ولا يا حبيبتي ولا يحتاج ألمانيا. ولا يقول بحب ألمانيا. من أجل هذا أنا يعني بيبقى باستمرار هاجسي الداخلي هو كيف تستطيع مصر أن تعبر كبوتها. هتستغرب لما أقول لك مصر حلوة والناس الوحشين. كبوتها في البشر. صحيح. فلما تيجي حضرتك تقول لي انه بيحدث في الاعلام هذه الموجات هقول لك لان هناك سلطان رهيب اخترع اسمه الاعلان بالنون. خلي الولد احمد فايق ده يقابل عالم ويغزه بسكينة. شفت قد ايه الصورة قبيحة؟ سيتحول برنامج مصر تستطيع الى حديث المدينة برافو عليك. انا يمكن بروي لك صورة قبيحة لكن لتدرك قد ايه الوهج اللي يحصل. انا من جيل يشعر انه انت عشان تقدم في التلفزيون مادة ينبغي أن تتسم بالآتي بحاجتين اتنين بس. التسلية والمعرفة. بدون التسلية والمعرفة أنت خارج السياق. أستاذ مفيد خلينا نطلع فاصل، ولكن سؤالي اللي بعد الفاصل هو هل احنا فعلا جدبت مصر، جف الرحم مصر على أنه ينجب كفاءات؟ نعم. أنا يمكن بقول نعم. أن عار النظام السابق نظام الثلاثين سنة اللي فات أنه قد قضى تماما على فرصة تخصيب مصر بكفاءات ومواهب جديدة، ولكن بعد الفصل. بعد الفصل.
أهلا بكم جديد. قبل الفاصل كنت بسأل ضيفي الكاتب الكبير والصحفي المعروف الأستاذ مفيد فوزي، هل عار نظام مبارك أنه قد قضى على كافة الكفاءات بحيث أن أنا أقدر أقول دلوقتي الحقيقة اللي بيتكلم على أن مصر ولادة؟ الحقيقة مش ولادة أستاذ مفيد. الذي قضى على هذا كله في رأيي الزمن الشمولي الذي عشناه. ولكن تذهل يا أخي لما تقف عند فن الستينيات وإبداع الستينيات تستغرب كيف في هذا الزمن كان في توفيق الحكيم ونجيب محفوظ حسين فوزي وحسين فوزي وثروت أباظة ويوسف إدريس وعبقرة المسرح، أسماء لا حصر لها في كل حرفة، كان في فرق كثيرة. نعم. ثم تكتشف بعد ذلك أنه المسألة بدأت تقل إلى أن أصبح تقريبا شزرات على حد تعبير الجمال الغطاني، شزرات موجودة. في رأيي أنه مش عايز أقول لك كلام مكرر، إنما هقول لك بس كلمة واحدة، حصل تجريف في العقول أساسها ربما كان التعليم. ولذلك أنا بفتكر دايما أستاذ عادل كلام دكتور سيد عويس، يقول لك إنه الشعوب بتمر بمنحنى انكسارات، يعني بيبقى في بيك عالي ثم انكسار. صحيح. أنا عندي أمل إن إحنا في الانكسار ده بنطلع لبيك تاني. أنا واقف عند اهتمام الرئيس قوي بالشباب. يطلع في مجال عام تلقى جنبه 40-50 شاب. يروح حتة واخد معاه شباب. كما لو كان كفر بالرجال في هذا الزمن. ومش عنده حق. يعني صراحة عنده حق بعض الأحيان، على الأقل في غالبية يعني الأحيان. هذا يعني هذا الكفر المشروع خلاه ياخد معاه الشباب ويطلع. وربما بيراهن على دول. صحيح. وقد يكون ذلك. لكن أنا أؤكد لك أنه نمط التعليم القادم هيقدر يجيب ناس. فيما يتعلق بالمواهب، اسمح لي أقول لك أنه يحتاج الأمر إلى تفتيش أكتر. يا أخي أنا أحيانا أشوف على الشاشات أصوات تغني لبنات جميلات راقيات وأزهل، أقول إيه مين دي؟ إذن معنى هذا أن في زمن. أنا كنت في فترة من الفترات أقول إيه، لا تعود أم كلثوم، لا يعود عبد الحليم، انتهى زمن عبد الوهاب. أنا براجع نفسي، أنا بقول إن هذه البلد الولادة التي لدي إيمان عميق بإن الكنوز موجودة فيها، أعتقد إنها قد تستعيد المجد بالتفتيش والمهاب. يا عزيزي عادل، أنا كنت شخص نكرة عظيمة غلبانة، طالب في الجامعة بروح أقعد تحت رجلين كامل الشناوي في كازينو الكوبري، ومثلي كان ولد آخر، ومثلي كان ولد مبقلص، نحن التلاتة كنا بنروح نقعد نسمع كامل الشناوي. فكان كامل الشناوي ينظر لي لما أقول حاجة هايفة، وياخد باله من الولد اللي جنبي لما يصفر ببقه، وياخد باله من الولد اللي بقلص ده لما يقول نكتة. طلع من ده اللي بيقول الجملة العابرة من الخيال مفيد فوزي، طلع اللي بيصفر ببقه بليغ حمدي، طلع المبقلص صلاح جاهين. نحن هذا الجيل، لان كان في كشاف اسمه كامل الشناوي. النهارده انت بتطالب بزمن يحتاج فيه الكشافين العظام، مش اشخاص بقى، لازم تبقى دولة مؤسسات، لانك انت الناس احيانا اللي بيقولوا ايه ان السيسي هو عبد الناصر، ده عبد الناصر كنا 20، الراجل ده 90 على 90 مسؤول عن 90 مليون و90 مليون مشكلة. عشان كده انا بقول لك عندي امل
في القادم، وإن لم يوجد الأمل أخترق. صحيح. إلى هذا الحد. هل أنت تستطيع أن تقرأ سياسات الرئيس؟ كل الذي أعلمه وأستطيع أبقى متأكد منه أنه شغال. شين غين ألف لام وعلى الغين شدة بس. إنما ما أقدرش أنا أبادر وأقول لك إيه والله أنا عارف الذين خلفه. ناس تقول تجتهد، ناس تقول إيه إن خلف الرئيس خلفية مخابراتية، ناس تقول إيه لا الرئيس يفكر من ذهنه، ناس تقول إيه الرئيس لديه مستشارين في الخفاء. أنا أعتبر أن كل دول موجودين التلاتة. إنما في النهاية شغال، بيعرف يسافر، بيعرف يقابل، بيعرف يستثمر سفره، وذكي في الاتصالات، ويعلو على الأشياء الشخصية. ده بيقابل تميم. يعني أكتر من كده إيه؟ صحيح. هذا هو الذي أستطيع ردا على سؤالك. طيب لما تكون هناك أزمة، يعني أنا تابعت بشكل يمكن أقرب لكواليس كثير من تشكيل حكومات، لقيت بالفعل إن احنا عندنا أزمة في الحكومة في الوزراء. نعم. يعني ربما استغرب جدا مثلا تفاجأ بأنك أمام نمط من الوزراء يثير الدهشة. على سبيل المثال مثلا عندما أتصل بوزير الإسكان وأطلب منه تحديد موعد عشان يطلع في برنامج فيعدني إن هيرد خلال 10 دقائق فيختفي 5 أيام ويعجز عن المواجهة، فأنت تعتقد إن في وزير زي ده يقدر يواجه مشاكل؟ يعني لما تلاقي إنه في كلام كبير جدا على طموحات أمة بملايين الأفدنة ومدن جديدة وعاصمة عريضة، ثم لا تستطيع أن تثق في أن اللي موجودين في الإدارة التنفيذية يستطيعوا ينفذوا هذا الأمر، تتحل إزاي يعني؟ بيخافوا. وزير هذا الزمن بيخاف من حاجتين. أنه يوقع على حاجة فيها فلوس، لأنه في الكسب غير المشروع موجود ومترصد، والأجهزة الإدارية والرقابة الإدارية، مجموعة هذه الأشياء بتخلي الوزير عاوز يخرج بالسلامة من الوزارة دون ما فضائح. بصراحة تامة وشديدة وعلى بلاطة. نمرة 2 بيخاف من التلفزيون، لأنه لما يقعد قدام عادل حمودة سوف يفتش عادل حمودة عن المخبوء، وقد يقع في خلطة، وقد يسقط في الامتحان مهما كان لديه من معلومات. وزير هذا الزمن إلى حد كبير ماشي جنب الحيط. صحيح اتقال له في لحظة من اللحظات تيجي الساعة 7، ما عادش حد بيجي الساعة 7، بيروحوا الساعة 10 و10 ونص، وهي فورة فورة بالفه. وزير هذا الزمن ما يقدرش يواجه بشدة الإعلام المرئي، قد يواجه الإعلام المكتوب، لأن الإعلام المرئي على الهواء لا يرحم. الإعلام المكتوب يصح إن هو يصوغ عبارة على مهله. في الإعلام المرئي الغلطة بمليون غلطة، وأحيانا ما يقعش إلا الشاطر. عايز أقول لك إنك لما حضرتك تتصل بحد ويقول لك إن بعد 5 دقائق هكلمك، هو بيستشير، بيستشير أكبر مجموعة من الناس حواليه، أروح ولا لا، بيعملوا عنك تحريات، يقول لك لا ده أصله طلع مع فلان مرة ووقعه في شر أعماله. دي عبارة دايما تتقال، لقد عانيت أنا من الجملة دي هذا في أزمنة طويلة، وكان أزمنة صعبة كمان بصراحة، أصعب من دلوقتي يعني. مش عايز أجدال. وكان يعني ربنا يديله الصحة، مش عايز أقول اسمه، كان يقول له إيه أنت رايح عند فلان، يقول له يقول له خد بالك هتقع بالليل. ولم يكن هذا على الإطلاق
بسلطة ولا بجبروت ولا بأي شيء أكثر من السؤال المخلبي. إن لم تستفد بالمخالب أمام الناس في سؤالك يسقط. ليه؟ لأنه هيبقى طبطبة. والطبطبة في هذا الزمن هي اللعنة والنقمة في غالب الأحوال. أستاذ مفيد، عندي قصة خبرية، يمكن أنت عارف أن احنا بنجري ورا الأخبار أو ما يسمى بالقصة الخفية أو الإنسايد ستوري. نعم. جوائز مصطفى علي أمين أقرت الأستاذ صلاح منتصر كشخصية العام صحفيا يعني. نعم. وده بيتم باستفتاء. نعم. أو بتصويت عدد من الناس. الغريب أنه وجه الدعوة إلى الأستاذ محمد حسنين هيكل. فغضبت صفية ابنة مصطفى أمين. كان في عرف صلاح منتصر أنه عفى الله عما سلف، وأنه الزمن كفيل بأنه يصفي ما بين هيكل ومصطفى أمين، ولكن الغضب وصل بصفية مصطفى أمين أنها كتبت أنها إذا ما جاء هيكل إلى الحفلة فلن تحضر الحفلة ولن تكون كحفلة. هل الزمن كفيل فعلا بأنه يشيل الجراح وسط المعارك الأساسية الكبيرة بين شخصيات أثرت في مهنة زي الصحافة، مصطفى أمين بتكريسه وبتأسيسه لمهنة الصحافة الحديثة الخبرية السريعة بالعناوين وباهتمام الناس، وهيكل بقدرته على التحليل وببقائه على عرش الزمن أكثر من 92 سنة؟ لازم أقول لك أنه صفية كابنة ذاقت الكثير أثناء وجود الأب في السجن. نعم. وكانت صغيرة. وحتى لما كبرت بعتقد أنه موقف صفية بكل الاحترام لأنها ابنة هو موقف انفعالي. نعم الزمن كفيل. الشعوب تنسى الإساءة ولكنها تتذكرها في كثير من الأوقات. يعني بمعنى أدق الكويت نست إساءة العراق، نست الإساءة، ولكنها في غالب الأمر حتى لو غفرتها تظل قابعة في الوجدان. أيضا من حق ابنة مصطفى أمين إنها تقول لا، لكن الواقع يقول عكس ذلك. الواقع يقول أن محمد حسنين هيكل شئنا أم أبينا هو واقع في الصحافة، وهو أيضا أستاذ في الصحافة. أنا شفت برنامج في أحد القنوات، البرنامج يسخر من محمد حسنين هيكل ويسخر على عبارة قالها عن الرئيس السيسي، فكرة الرئيس الضرورة والرئيس الاختبار، وكان دمه خفيف، هو أحمد آدم بصراحة، وكان الناس يضحكون. أنا ضد السخرية من الرموز، لأن احنا لم نصل بعد إلى المستوى الأمريكي أو المستوى أو المستوى الأوروبي في أن ننتقد الرموز. الرموز برضو مش عايز أقول ثوابت. حضرتك على سبيل المثال في كتابك خريف هيكل لم تقل كلمة نابية واحدة، لكنك ناقشت محمد حسنين هيكل في كل ما قاله وبطريقة موضوعية. بعض الناس جنوا إنك أنت كيف استطعت أن تقترب من الأهرامات ومعاك معول عشان تهد. لا، أنا بشوف حتى هيكل نفسه بعتقد أنه لابد أن يكون قرأ الكتاب أو على الأقل تقدم له ملخص به. إنما في نهاية الأمر هناك آداب يعني تعلمناها ودرجنا عليها. إذن ليس من الضرورة أن تغضب ابنة مصطفى أمين لهذه الدرجة وتقول أنه لن تذهب إذا جاء محمد حسنين هيكل. محمد حسنين هيكل على خريطة الصحافة أبت هي أم رفضت؟ هي كانت ترى أنها عندها وقعة صغيرة حصلت له عندها 11 سنة لما سجن والدها زبط. راحت للأستاذ هيكل في المنتزه أو في عايدة
هي واختها الكبيره رتيبه او ريتا. نعم رتيبه. رتيبه. فحست بالالم وهي طفله صغيره عندها 11 سنه انه قال لها انه والدك مجرم جنائي وليس سجين سياسي، ومن ثم لا تنتظر الافراج عنه قريبا. يبدو انه طبعا بالقطع ان عواطف الابنه سكنت داخلها كل هذه العذابات زمنا طويلا. نعم. حقيقه الامر انه ليس مجرم. لابد ان نقول هذا ونعترف ان مصطفى امين لم يكن مجرما على الاطلاق. مصطفى امين كان سجينا سياسيا، ومصطفى امين له افضال على الصحافه المصريه لا مثيل لها، وهو واحد من صناع الصحافة في مصر وصناع وجدان المصريين. صحيح. حتى لو رفضنا فكرة الصحافة الإثارة. كل الصحافة هالي بتبدأ بالإثارة وبعدين بتنتهي بالعقل زي البشر. بعتقد يعني. بعتقد يعني في زمن مصطفى أمين كانت في صورة شهيرة للسيدة جميلة الجميلات جميليا وهي محترقة في الطائرة. حطها صفحة أولى في أخبار اليوم. في ذلك الزمن أيضا بعض الناس، يا أخي عايز أقول لك حاجة غريبة يا أستاذ عادل. تصور ذلك الزمن كان ينتقد ولكن باحترام. كان ينتقد ولكن ليس ساخرا. كان هناك شرف العداوة. ده اللي عايز أوصل. كان هناك شرف العداوة. وشرف العداوة افتقد بعد ذلك. وأصبح يعني بقى عداوة بس، ونوزع الشرف منه. أيوة، لأنك أنت أحيانا مثلا صحف يمتلكها رجال أعمال، نعم، مش فاهمين قيمة الكتابة، عندما تنشر خبرا عنه فيسلط عليك حد، يكري عليك حد، ويكري عليك رئيس تحرير أو صحفي غلبان مضطر أن هو يكتب ويقبض مرتبه مقابل هذه الشتيمة، ويدفع ثمن يمكن ده من شكله ومستقبله ومن قيمة المهنة نفسها يعني. نعم. شوف، غاب كثيرا من قيم العمل الصحفي. وانا بقول لك ده بقى من قلبي، لان انا عشت كل هذه الازمنه وتعلم. ونحن تزامنا في دار كنت انت الفارس الحقيقي ولم تكن رئيس التحرير الحقيقي. يعني كنت رئيس التحرير الحقيقي وكان هناك رئيس تحرير ربنا يديله الصحه اينما كان، لكن كانت المهنيه هي الصداره. صحيح. ثم جاء رئيس تحرير وحدث على حد تعبير الملك فهد لما وصف القذافي، حدث تلاسن. كان هذا من قيم الصحافة، ولكن يذهب كل هذا وتبقى الحقيقة هي العنوان. دايما أنا سمعت من أستاذي ومعلمي واللي رباني في روزا اليوسف صلاح حافظ، نعم، كان بيقول جملة جميلة جدا يمكن نختم بها الحوار، بيقول إيه بقى؟ يذهب الحاكم ويبقى الكاتب. لأن الناس تتذكر العقاد، تتذكر طه حسين، تتذكر التبعي، ولا تتذكر رؤساء الوزراء في ذلك الوقت اللي كان موجود فيه التبعي والعقاد وطه حسين. نعم، ده حقيقة. وأنا لا أعرف من هو وزير داخلية زمن شكسبير. أستاذ مفيد فوزي، كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب، رغم أنف كل السلفيين ورغم أنف كل الإرهابيين. كل سنة وانت طيب أستاذ مفيد فوزي، وأنتم أيضا كل سنة وانتم طيبين، وتصبحوا على ألف خير.